السلام عليكم طلاب، أني براق معتز، طالب كلية طب بجامعة القادسية. اليوم راح ناخذ overview عن السكيل. اليوم هاي first lecture تعتبر، ما بها أي بارت. الليكتشر عبارة عن 22 سلايد أو 23 سلايد، بسيطة كلش. نوضح عظام السكيل. اللي مطلوب مني بهاي المحاضرة أولا أنه أني أعرف عظام السكيل كأسامي، تمام؟ احنا بالسكول عبارة عن عدة عظام اللي هي 22 عظمة. اني عظام السكول اللي هي 22 عظمة، اني اللي بهاي الليكتشر مطالب انه احفظ اسمهن، يعني اعرف اسمهن واندل مكانهن فقط، يعني ما اخذ اللاند مارك. اللاند مارك راح تجي ناخذ كل بون، تمام، ونصنف شلون احنا راح ندرس البون. يعني اني اخذ كل بون واخذ اللاند مارك مالتها، تمام، وشلون راح اخذ كل بون، يعني شلون راح اصنف. هسه راح اقول لك. هسه اني المطلوب مني اولا انه اني اعرف اسامي كل بون، تمام، واعرف مكانها. راح نلجا للتطبيق حتى نوضح اسامي كل بون ونعرف مكان كل بون. هاي اول شغله. ثاني شغله اللي اريدها منك انه اني راح امهد للليكتشر، يعني للسكند ليكتشر، للليكتشر الثانيه، تمام. شلون احنا بدراستنا للسكول؟ اول شيء راح اخذ اني اوفر فيو، يعني اعرف عدد عظام السكول اللي هي 22، وكذلك انه اخذ مكان كل سكول واسمها فقط. الدور ايش راح اسوي؟ امهد للليكتشر اللي تجي. يعني شلون؟ يعني الدور اخذ السوبريور فيو مالت السكول والبوستيريور فيو، واخذ العظام اللي موجوده بالسوبريور وبالبوستيريور اشرحها. الدور ايش اسوي؟ اروح للانتيريور فيو مالت السكول، اخذ العظام مالت الانتيريور فيو مالت السكول واشرحها وهيك، تمام. دور انفيريور فيو، دور وكذا. فاني بعدين انه راح اكتب سلايد كامل باللكتشر الثانيه بالبي دي اف. بالبدايه راح اكتب شلون احنا راح ندرس البونز. اللي مطلوب مني بهاي المحاضره هسه اني اعرف اسامي البونز، وكذلك اندل مكانهن، واخذ راح اخذ شنو التفاصيل اللي موجوده بالسوبريور فيو، وشنو التفاصيل اللي موجوده بالبوستيريور فيو، وكذلك راح اخذ شنو الفيزروكرينيوم وشنو النيوروكرينيوم اللي هي تعتبر من الانترودكشن. طبعا اكيد احنا راح نستخدم التطبيق بشرحنا. كذلك احنا بنهايه كل موضوع راح ناخذ MCQs، كذلك راح ناخذ كيسات ان وجدت. يلا طلاب خلينا نبدي اول شيء بالهيد. اول شيء احنا راح ندرس الهيد، بعدها نجي ندرس النك. يعني احنا اساس دراستنا ايش راح تكون؟ راح تكون اول شيء هيد، وراح تكون بعدين نك. طبعا هاي الفكره مالت انه ناخذ كل فيو وناخذ كل عظم، هاي موجوده في مصدر جريز. يعني انا من ادرس على مصدر جريز اخذت لك هاي الفكره. اول شيء انا راح اخذ اوفر فيو عن الهيد، بسيط كلش. يقول لك the head is the superior part of the body that attached to the trunk by the neck. انه يقول لك انه الهيد راح يكون هو اكثر شيء superior، يعني اكثر شيء هو upper part in the body، تمام. هاي اول شغله. ثاني شغله يقول لك الهيد، طبعا هاي معلومات تافهه ادري بيها. ثاني شيء يقول لك الهيد راح اوصل الستركتشرز والشرايين والاورده من الترانك اللي هي الثوراسك والابدومن الى الهيد عن طريق النك. فهو شو يقول لك؟ يقول لك ذات اتاتشد تو ذا ترانك اللي هو الابدومن والثوراسك باي ذا نك، بواسطه النك. The head is the composite of the serous of the compartment. يحتوي لي على العديد من الكومبارتمنتس، وكذلك انه بي ستراكتشرز كلش هواي ومتداخله، تمام. Which are formed by the bone، انه هو الهيد يتكون لي من البون اللي هي السكول بونز، ويتكون لي ايضا من السوفت تشو، كذلك يحتوي لي على كافيتيز. اول كافيتي اسمها كرينيال كافيتي اللي هو التجويف مالت البرين، التجويف اللي يقعد به البرين اسمه كرينيال كافيتي. كذلك اريد اقول لك معلومه، كل ما نقول كرينيال يعني اقصد ريليتد تو ذا برين، يعني الكرينيال لها علاقه بالبرين. فكل ما اقول كرينيال يعني لها علاقه بالدماغ، تمام. كذلك الاير كافيتي اللي هو تجويف العين، كذلك الاوربتس والنيزل كافيتي. الاوربتس هو محجر العين، تجويف محجر العين اللي بتقعد بالعين، والنيزل كافيتي اللي هو تجويف
انف اللي هو تجويف الخشم، الاورال كافيتي اللي هو تجويف الفم، تجويف الفم. الهيد يحتوي لي على البرين، اكيد معلومه تافهه انه الهيد يحتوي لي على البرين. نجي للسكل، احنا هسه شنو وظيفتنا؟ نقرا السكل. اول شيء خلينا نجي نعرف شنو هي السكل. السكل يقول لك هي عباره عن بونز وليست بون واحده، يعني من اقول سكل بونز وليس سكل بون، تمام، انه هي عباره عن عظام متداخله، تعتبر من أصعب العظام بالبادي لأنها تكون عظام متداخلة، لذلك أنا لازم ألجأ للتطبيق حتى أني أفهمها. أول شيء عندي أني 22 عظمة، يقول لك the skull has the 22 bones. The skull is bony structures. هو structure عبارة عن تركيب عظمي. السكول عبارة عن تركيب عظمي. هاي التركيب العظمي that support the face، يدعم لي الوجه، تمام، and form the protective cavity for the brain، وتشكل لي يعني يشكل لي cavity، تجويف لحماية البرين، اللي هو اسمه cranial cavity. طبعا راح نميل للهيستولوجي شوية، لازم نعرف هاي المعلومة بدراستنا للسكول، لازم نعرف هاي المعلومة اللي يقول لك it's comprised by many bone، إنه هو comprised by the many bone، إنه هو يتكون بواسطة العديد من العظام which are formed by the intramembranous ossification، إنه هو هاي السكول تتكون لي من 22 عظمة، تمام. هاي أول شغلة. ثاني شغلة تتكون لي بواسطة الانترامي ممبرنس اوسيفيكيشن. شنو هاي الانترامي ممبرنس اوسيفيكيشن؟ يقول لك يعني السكول بمرحلة الامبريو تكون عبارة عن كونكتيف تيشو اسمه ميزينكايم. هذا الكونكتيف تيشو راح يتحول إلى بون بواسطة عملية اسمها انترامي ممبرنس اوسيفيكيشن. صارت كلش واضحة. طبعا هذا الاوربت كافيتي اللي هو تجويف محجر العين، وكذلك هذا الاورال كافيتي اللي هو تجويف الحلق او تجويف الفم، وكذلك هذا التجويف مال الخشم اللي او تجويف الانف اللي نسميه نيزل كافيتي. نيزل كافيتي. طلاب هسه انا اذا اريد اجي بالله هسه خلينا نشوف هاي الصوره، تمام. هاي الصوره كل شيء، يعني هاي العظم شوف شلون طامس من هنا طالع لي، هذا العظم من هنا طالع لي، فشوف هاي الانفيريور الانفيريور نيزال كوينكا، شوف شلون ما مبينه من هنا. فاني لازم اروح لمن؟ اروح للتطبيق. يلا طلاب خلي نروح للتطبيق، تمام، خلي نروح للتطبيق. هذا التطبيق قبالنا، هذا السكول قبالنا. السكول ايش دا اشوف انا هسه؟ ايش دا ابو عمين؟ دابوع من جهة الانتيريور. هاي جهة شنو؟ جهة الانتيريور اللي تشوفها قبالك، تمام. انا جايبوع من جهة اللاترال. هاي شنو؟ لاترال فيو. هذا انتيريور فيو، هذا لاترال فيو، هذا بوستيريور فيو، وكذلك هذا لاترال فيو، وهذا سوبريور فيو، وهذا انفيريور فيو، تمام. يعني هسه عرفت شنو الفيوات مال السكول. الفيوز مال السكول عرفناها هسه احنا. اول شيء خلينا نجي احنا من نباوع بالانتيريور فيو، شنو دا نشوف؟ اول عظمه اشوفها اللي هي عظمه الفرونتال بون. شو اسمها؟ عظمه الفرونتال بون. زين، شنو هاي عظمه الفرونتال بون؟ اول شيء هي عظمه موجوده بالقصه، تمام، نسميها عظمه القصه، اسمها فرونتال بون. تمتد سوبريور، من جهة السوبريور أشوف عظمة الفرونتال بون، كذلك أشوفها بالانتيريور فيو. هذن هسه أنا أشوفها بالسوبريور وأشوفها بالانتيريور فيو. شنو هاي بعد؟ شنو خلنا نستفاد من هاي العظمة؟ تشارك في تكوين السوبريور ريجن والسوبريور بوردر of the orbital cavity اللي هو تجويف محجر العين، تشارك في تكوينه. طلابي أتمنى أنه تخلون ورقة وقلم قدامكم، وأي عظمة ناخذها تكتب اسمها وتندل مكانها. هسا هاي الفرونتال بون أخذنا معلومة عنها أنه هي تشارك لي في تكوين السوبريور ريجن أو سوبريور أسبكت of the orbital cavity، وتشارك لي في تكوين السوبريور بوردر of the orbital cavity، تمام.
هسا احنا بعدنا جاي نبوع بالانتيريور، تمام؟ بالانتيريور هاي عظمه الفرونتال بون تمتد للسوبريور، تمام؟ خليني نجي نتجه للسوبريور، عوفك من الانتيريور هسه انت نجي نمتد للسوبريور، بما انه العظمه امتدت للسوبريور خلينا نشوفها وين ما راح تتمفصل. تتمفصل ويا البارايتال، ويا البارايتال بونز اللي هي اثنين عظمتين، باراي رايت باراي هاي ليفت بارايتال بونز وهاي رايت بارايتال بونز، تمام؟ زين هاي البارايتال بون الاثنين من جهه السوبريور ويا ما راح تتمفصل ويا احسن جايبوع من من البوستيريور فيو. من جهه البوستيريور هاي البارايتال بون اقدر اشوفهن وراح يتمفصل لي ويا عضله ويا عظمه اسمها اوكسيبيتال بون. شو اسمها؟ اسمها اوكسيبيتال بون. اكتب اسمها اللي هو جاي يطلع قبالك بهاي اللي جاي احركها. الاوكسيبيتال بون هي عظمه موجوده بالجهه البوستيريور تمتد لي للانفيريور، يعني ايضا اشوفها بالانفيريور، تشارك لي في تكوين البوستيريور بارت اوف ذا انفيريور فيو. يعني اوقفوا طلاب، هاي مو انتيريور، هذا الانتيريور وهاي البوستيريور. يقول لك هاي تشارك لي في تكوين البوستيريور بارت، موست اوف بوستيريور بارت اوف ذا انفيريور فيو، تمام؟ بعد اكو شغله يقول لك هاي الاوكسيبيتال بون بيها اكبر فورامينا بالسكول اللي هي اسمها ماجنم، فورامينا ماجنم. هاي المعلومه احتاج هسه اعرفها؟ لا هسه بس اطلع عليها ما اعرفها، تمام؟ اعتبر انا ما قلتها اصلا لك. هاي الفورامينا ماجنم طبعا بعدين راح ناخذها من ندرس السكول الاوكسيبيتال بون على حده ونعرف اللاند مارك مالت الاوكسيبيتال بون. هسه اللي اريد اعرف مكانها، موجوده بال بوستيريور وموجودة بالانفيريور. الاوكسيبيتال بون سميتها ليش اوكسيبيتال بون؟ نتيجة للاوكسيبت، لان هي مكانها بالبوستيريور، بالبوستيريور اسبكس مالت السكل نسميه اوكسيبت، نسميه شنو؟ اوكسيبت. فسميتها اوكسيبيتال بوند بون نتيجة للبوزيشن مالتها اللي موجودة بالبوستيريور اسبكت اوف ذا سكل، كذلك تمتد للانفيريور، يعني اشوفها بالبوستيريور واشوفها بالانفيريور. ارجع للانتيريور فيو، ارجع علما للانتيريور فيو. هاي الفرونتال بون اكو عظام اثنين تحت الفرونتال بون. اول عظمه اسمها نيزال بون، عظام الانف، عظام الانف او عظام الخشم بالعاميه اللي هي اسمها نيزال بون، عباره عن عظمتين وحده ليفت وحده رايت. هاي رايت نيزال بون وهاي ليفت نيزال بون. تحت النيزال بون اكو عظام الجو اللي هو الفك العلوي، تمام؟ اللي راح اللي هو السوبريور جو اللي يكون الفك العلوي، اللي هي الفك العلوي احنا نسميه فك علوي، لكن هو عباره عن تو بونز اللي هو المكزيلا ليفت والمكزيلا رايت، يعني عندي رايت مكزيلا وعندي ليفت مكزيلا. هاي اذا اريد اجمع المكزيلا اسميها مكزيلي، يعني هذا الاسم اللي تشوفه قبالك واللي كتبته بالورقه اللي قلت لك خليها بصفك، خلي بنهايه الاي اي انت جمعت الليفت والرايت مالت المكزيلا، تمام؟ هاي المكزيلا ترتبط بيها ترتبط بيها الاسنان، اللي مثل ما شوفوها الاسنان العلويه، تمام؟ راح ترتبط لي بالمكزيلا، بالرايت مكزيلا وبالليفت مكزيلا، تمام؟ اشوف الانفيريور جاو اللي هو اللي يكون الفك السفلي اسميه مندبل، عباره عن عظمه واحده يختلف عن الفك العلوي اللي هو عظمتين، هنا عظمه واحده اسمه انفيريور، اسمه مندبل، شو اسمه؟ اسميه مندبل، تمام؟ المندبل هو الوحيد من عظام السكول اللي يكون موبايل، اللي يكون متحرك، شو يكون؟ متحرك، وراح اراويك حركته بالتطبيق بعدين من ندرس المندبل، اقول لك يابا هذا المندبل هيج حركته، تمام؟ هاي المندبل هسه احنا ايش كملنا؟ كملنا الانتيريور فيو بصورة عامة بصورة جنرال. خلني نجي نتوسع بالعظام، هسه نجي نعرف العظام اللي راح تكون للحجاب الحاجز مالت النيزل كافيتي. أول عظمة اسمها إثيمويد بون، عظمة معقدة، عظمة معقدة هي والسفينود. هاي الإثيمويد بون تشارك لي في تكوين السوبريور بارت أوف ذا
يعني من الحجاب الحاجز. وايضا الفوماربون، الفوماربون راح تشارك لي في تكوين الانفيريور بارت اوف ذا الحجاب الحاجز. كذلك هاي الفومر تتصل لي بالمكزله مثل ما تشوفون هاي الفومر، تمام؟ موجودات وين ذني؟ موجودات بالنيزل كافيتي اللي هي الفومر واللي هي الاثيمويد بون. طلاب خلي اسال، الفومر مثل ما تشوفوها بسيطه، تمام؟ شوفوها بسيطه، الفومر عظمه ممتده. خلي اسوي لك اياها ايزوليت الفومر، بس دقيقه نرجع. هاي الفومر اسوي لك اياها ايزوليت، شوفوها عظمه بسيطه اصلا، حتى اللاند مارك مالتها راح تكون بسيطه. لكن اذا اجي للإثيمويد عظمه صعبه، اشوفها من النيزل كافيتي واشوفها من الاوربيتال كافيتي، تمام؟ خلي اسوي لك اياها ايزوليت، اعزلها. هاي الإثيمويد بون ده تشوفوها تشارك لي بالنيزل كافيتي، تمام؟ وين تشارك لي؟ تشارك لي بالنيزل كافيتي وتشارك لي بالاوربيتال كافيتي مثل ما تشوفوها هنا، تمام؟ هاي شو اسمها؟ اسمها إثيمويد بون، عظمه معقده اكتب عليها. تمام خلصنا، بقالنا بس عظمه واحده بالنيزل كافيتي، عظمه اشبهها بالورق مالت الاشجار، اسمها انفيريور نيزل كوينكا، وحده موجوده بالرايت ووحده موجوده بالليفت. طلاب احب انوه على شغله قبل لا اخذ الانفيريور نيزل كوينكا، الفومر عباره عن عظمه واحده والاثيمويد عظمه واحده، والاثيمويد عظمه واحده اللي هي تبين بالاوربيتال كافيتي وتبين بالنيزل كافيتي. اما الانفيريور نيزل كوينكا هي احدى عظام السكول، تكون موجوده بالنيزل كافيتي، موجوده رايت منها وموجوده ليفت، يعني موجوده عظمتين تشبه ورقه الاشجار. انا اشبهها انه هي تشبه ورقه الاشجار، هسه راح اقول لك ليش. النيزل الانفيريور نيزل كوينكا مثل ما تشوفون وحده رايت وحده ليفت اللي هاي اشارتها، ووحده رايت اللي هي هاي اشارتها. اقرب مثل ما تشوفون هي هاي اسمها انفيريور نيزل كوينكا، اسوي لك اياها ايزوليت. هاي الانفيريور نيزل كوينكا شوف شلون تشبه ورقه الاشجار، هاي الانفيريور نيزل كوينكا عظمه سهله، تمام. اكو انفيريور نيزل كوينكا، اكو سوبريور نيزل كوينكا، اكو بس ما تعتبر بون، بعدين راح ناخذها. بعدين اكو سوبريور نيزل كوينكا تعتبر بارت من الاثيمويد بون، واكو ميدل نيزل كوينكا تعتبر ايضا بارت من الاثيمويد، لكن الانفيريور نيزل كوينكا تعتبر لبونز، بونز اعتبرها من ال 22 عظمه اللي موجوده بالسكول، واللي تكون هي عباره عن عظمتين، تمام. نجي للاوربيتال كافيتي، تمام. اشوف شنو العظام اللي راح تكونه. طبعا قبل لا اجي للاوربيتال كافيتي، هاي مو مكزيلا ليفت ومكزيلا رايت، اكو عظمه تكون قريبه على المكزيلا اللي هي عظمه الوجنات، تمام، اللي هي اسمها زايجوماتيك بون. شو اسمها؟ اسمها زايجوماتيك بون. هاي زايجوماتيك بون موجوده وحده رايت وموجوده وحده ليفت. هاي الليفت زايجوماتيك بون وهاي الرايت زايجوماتيك بون. تشوفون زايجوماتيك بون ايضا تبين لي من اللاترال فيو وتبين لي من الانتيريور فيو، تمام. اشوف الاوربيتال كافيتي، هاي الاوربيتال كافيتي قدامي. الاوربيتال كافيتي شنو راح يكونه؟ عظمه اسمها زايجوماتيك بون اللي اخذناها، كذلك عظمه المكزيلا اللي تشارك بيها، كذلك عظمه الاثيمويد اللي هي هاي الاثيمويد اللي سويت لك اياها ايزوليت قبل شويه، قلت لك هي هاي عظمه معقده، تمام. اكو عظمه تصير انتيريور للاثيمويد اللي هي عظمه اللاكريمال بون، العظمه الدمعيه يسموها، لان راح تنزل عليها الدموع وفوقها يصير ساك يمتص الدموع، فوقها يصير كيس يمتص الدموع، بعدين بناخذ اللاكريمال اعرفها، تمام. هاي شو اسمها؟ اسمها لاكريمال بون، عظمه هشه معرضه للكسر، اكثر عظمه بالجسم او اكثر عظمه بالسكول بونز معرضه للكسر. هاي معلومه خليها ببالك من اشرح اللاكرومال، ايضا راح اذكرها. كملنا اللاكرومال، اللاكرومال تكون على تكون بشكل ليفت وتكون بشكل رايت. اشوفها اكثر شيء اللاكرومال من اللاترال فيو، اقدر اشوفها من الانتيريور فيو، اقدر اشوفها بس شويه، تمام. انا راح اخذها من ضمن الانتيريور فيو اللاكرومال، تمام. بعد ايش عندنا من عظام؟ كملنا الاوربيتال كافيتي، اخذنا العظام اللي راح تكونها، تمام. الاوربيتال كافيتي اللي راح يكون لي السوبريور اسبكت منها
ذكرتيكيا اللي هو الفرونتال بون. تمام. اقلب لللاترال فيو. اقلب لللاترال فيو. اللاترال فيو مثل ما تشوفون هنا اللاترال فيو اكو ليفت واكو رايت لاترال فيو. نجي ندرس على اي شيء نفس الشيء هنا. اللاترال فيو ايش راح اشوف؟ راح اشوف عده عظام مألوفه الي باللاترال فيو. اول عظمه مألوفه الي الفرونتال بون. ثاني عظمه مألوفه الي احد عظام البارايتال بون. قلنا البارايتال بون عظمتين اللي موجوده وحده بالرايت وموجوده وحده بالليفت. هاي رايت لاكرمال بون وهاي ليفت لاكرمال بون. سوري هاي ليفت بارايتال بون مو لاكرمال. تمام. لاكرمال اللي هي هاي اللي هي العظمه الدمعيه. تمام. اللي هاي تمام العظمه الدمعيه. هاي هاي الليفت بارايتال بون وهاي رايت بارايتال بون. كذلك هنا نبدا تشوف الاوكسبيتال بون. هسه احنا ما علينا نجي للرايت نجي سوري لللاترال. نشوف باللاترال شنو اللي مبين عندي. موجوده البارايتال بون، موجوده الفرونتال بون، موجوده المندبل الفك السفلي، كذلك موجوده عظمه الوجنات اللي هي الزايغوماتيك بون، كذلك اشوف المكزيلا، كذلك اشوف الليفت، كذلك اشوف احد عظام النيزل بون، اشوف اللاكريمال. تمام. اشوف شويه من الاثيمويد اللي هي هاي العظمه. تمام. اشوف شويه منها. تمام. اجي بعد عظمه هسه راح اخذها اللي اسمها عظمه حرفيا معقده اسمها السفينويد بون. السفينويد بون عظمه تشبه الخفاش. اسوي لك ايزوليت لها السفينويد بون. هاي السفينويد بون اسوي لك ايزوليت لها. تمام. ايزوليت لها عظمه تشبه الخفاش. تمام. عظمه معقده تشوفوها شلون معقده لاند مارك متداخله تبين لي من اللاترال وتبين لي من الاوربيتال كافيتي اللي هو الانتيريور فيو وتبين لي ايضا من اللاترال لكن هي عباره عن عظمه واحده كل هاي وهي عظمه واحده. اذا اشيل لك السوبريور فيو اشيل الفرونتال بون واشيل البارايتال بون اثنيناتهم اشوف السفينويد بون تبين لي اكثر شيء. تشوفون هاي السفينويد بون شلون مبينه. تمام. شلون مبينه. تمام. هاي السفينويد بون. نرجع كملنا من السفينويد بون اللي هي هاي اشوف عظمه قريبه للسفينويد اسمها تيمبورال بون. شو اسمها؟ اسمها تيمبورال بون. عظمه موجوده باللاترال بارت كذلك اقدر اشوفها من جهه الانفيريور مالت السكول. خلي اسوي لك ايزوليت للسكول كلها. تمام. اقدر اشوفها من هاي اللي هي هاي تيمبورال بون اللي موجوده بالليفت وموجوده بالرايت. اقدر اشوفها ايضا من الانفيريور تيمبورال. اقدر اشوفها ايضا من الانفيريور هنا أنا موجوده هاي تيمبورال بون اشوفها باللاترال واشوفها بالانفيريور. تمام. بعد ايش عندنا باللاترال فيو؟ خلصنا هاي السفينود وهاي تيمبورال استونا اخذناهن. هسه ايش راح اجي طلاب عد فيو بالملزمه. هسه انا شنو سويت طلاب؟ رحت شلت لك الفيرتبل كلام وشلت لك بعض الستركتشر اللي موجوده جوا حتى ابين لك السكول وحدها. تمام. هاي السكول وحدها. انا عندي سكول عندي فيو بالملزمه. الفيو هاي بالملزمه شو مسوي لك؟ ماخذ لك صوره من الانفيريور. تمام. من الانفيريور مالت السكول. بس شو مسوي لك؟ ما مخلي المندبل موجوده. المندبل شو ما مسويها ما مخليها موجوده. شايل المندبل وشايل السنون اللي متصله بالمندبل كلهن. تمام. بس احنا ما راح نشيلهن على مود الوقت. تمام. اذا نقدر نشيل بعضهن. وش مسوي؟ وماخذ لك هيك صوره. تمام. وكاتب لك تاشيرات. خلي نجي واحنا بالتطبيق نفهمهن. اول شيء موجود هنا الاوكسيبيتال بون. السفينويد بون قلت لك راح يمدد لك للانفيريور. السفينويد بون عظمه معقده اللي هي هاي اللي هي العظمه تشبه الخفاش. تمام. مثل ما تشوفها ايضا تبين لي من الانفيريور. وقلت لك من اشيل الفرونتال بون واشيل البارايتال بون اثنيناتهم راح اشوفها تبين اكثر شيء تبين هنا. تمام. اذا هي راح تبين لي من الانفيريور كذلك اشوفها بالانفيريور. تمام. هاي المكزيلا مثل ما تشوفون هاي المكزيلا. تمام. هاي المكزيلا طلاب هاي السفينويد. تمام. وهاي المكزيلا اللي هي الليفت والرايت هاي العظمه شو اسمها؟ عظمه اسمها بالاتاين بون. عظمه الكثير يجهل مكانها، الكثير ما يندل مكانها. ليش؟ لان يعتمد على الصور، اما اذا يعتمد على التطبيق فيندل مكانها بسرعه. اسمها بالاتاين بون موجوده رايت وموجوده ليفت. هاي الليفت بالاتاين بون وهاي رايت
بالاتاين بون. اسوي لك هاي زوليت على متفهمه وشوف شكلها. هاي البالاتاين بون تمام، هاي من جهه الانتيريور، من جهه الميديال، من جهه البوستيريور، من جهه اللاترال. هاي البالاتاين بون، اذا هسه هنا المكزيلا الليفت والرايت البالاتاين بون، بعدها يجي السفينويد، بعدها يجي الاوكسيبيتال، وعلى جوانب الاوكسيبيتال اكو عظمه اللي شفناها بالرايت، اللي شفناها باللاترال فيو، اللي شو اسمها، اسمها تيمبورال بون، راح تبين لي ايضا من جهه الانفيريور. تمام، هسه احنا شنو خلصنا من التطبيق، خلصنا من التطبيق بعد ماكو عظمه يعني ما ذكرناها، كل العظمات ذكرناها. بعد ما كملنا من التطبيق راح نرجع الان ندرس الصور. هسه احنا فاهمين الصور كلها، ما طول رحنا للتطبيق وفهمناها. هاي الفرونتال بون مثل ما تشوف، هاي المكزيلا، هاي النيزال بون، هاي العظمه اللي نسميها العظمه الدمعيه اللي هي اسمها لاكريمال، هاي السفينويد بون تبين لي من اللاترال وتبين لي من الاوربيتال. قلت لك انا السفينويد بون من اشيل الفرونتال بون واشيل البارايتال راح اشوفها واضحه، واشوفها ايضا من الانفيريور اللي هي عظمة تكون معقدة. هاي المكزيلا اللي تكون رايت وليفت، وهاي المندبولا اللي هي عبارة عن عظمة واحدة، وهاي البارايتال مبينة شوية هنا، مبينة كذلك التيمبورال. تمام، التيمبورال اللي عظمة اللي تصير ورا السفينود من جهة اللاترال. هاي اللاترال فيو ايش راح اشوف بيه؟ اشوف ايضا البارايتال بون اللي هي هاي، واشوف الفرونتال بون، واشوف الاوكسيبيتال بون، وايضا اشوف التيمبورال بون، اشوف ايضا السفينويد بون اللي تبينت لي ايضا من جهه المين، من جهه الرايت. تمام، اشوف الزاي من جهه اللاترال، اشوف الزايجوماتيك بون هنا بينه، واللاكرمال اللي هي الدمعيه اللي هي اللي تكون العضله الدمعيه. تمام، هاي المكزيلا تمام ايضا مبينه من هنا. اشوف هذا السوبريور فيو اوف سكول بي فرونتال بون بي مكزيلا بي بارايتال بون اللي هي رايت بارايتال بون وليفت بارايتال بون. تمام، هاي الاوكسيبيتال ايضا مبينت لي هنا كذلك. سويت هاي مو سوبريور فيو مال التلسكول، جبته قلبته، فهذا نفس الشيء، هذني نفس الشيء، بس هذا من فوق، هذا جبته قلبته قمت باور عليه من الانفيريور. تمام، ايضا بشم بين 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 الفرونتال بون بارايتال والاوكسيبيتال. تمام، بس اريد اقول لك الفكره انه سويت انا هنا، هاي الصوره مو مهمه يعني راح ناخذها بعدين. قلت لك جبت انه سوبريور فيو قلبته صار هذا نفسه. هذا بوستيريور فيو، بعدين راح ادرسه هسه شويه بالتفصيل، بالتفصيل الممل. البوستيريور فيو ايش بيه؟ بالبارايتال الليفت والرايت، وبها الاوكسيبيتال، وبها التيمبرال. طلاب بالتطبيق البارايتال ما بينه هيك كبيره راجعه للاوربيتال، وانما واقفه لحد الان، هي لحد هيك عادي نو بروبلم. هاي التيمبرال اللي مبينه من اللاترال قلنا اكثر شيء، ايضا يقول لك مبينه من البوستيريور. هاي التيمبرال بون اللي هي بالرايت اللي هي باللاترال، تمام، يقول لك ايضا مبينه من البوستيريور، ماكو اي شيء. هاي المندبل، هاي المكزيلا، تمام، وهاي شويه لا اوكي عفوا منها. هذا الفيو اللي قلت لك شايلين المندبل بي، هذا انفيريور فيو اوف سكول. شو مسوين؟ مبين الاوكسيبيتال، مبين التيمبورال على الاصفاح، مبين المكزيلا هاي هنا، جو المكزيلا اللي هي البالاتاين بون والسفينويد بون العظمه المعقده. كذلك ازيدك من الشعور بيت اقول لك ما وضحتها بالتطبيق نسيت، اللي هي هاي عظمه الفومر. خلي ارجع للتطبيق بس اوضح لك اياها. عظمه هسه احنا مو هاي انفيريور فيو، هاي المكزيلا وهاي البالاتاين وهاي السفينويد وهاي الاوكسيبيتال وهاي التيمبرال. قلت لك هاي العظمة الفومر اللي مبينت لي من نيزل كافيتي ايضا تبين لي من الانفيريور. تمام، اشوفها من الانفيريور مبينه. تمام، اذا هاي عظمة الفومر مبينه ايضا من جهة الانفيريور مثل ما تشوفوها من هنا، جاي انطيك اياها من حركات معينه. اذا هاي عظمة الفومر. تمام طلاب، راح اجي اوسيولوجي، حسب الاوسيولوجي راح اقسم السكيل الى قسمين. يقول لك اوسيولوجي ذا سكول ديفايد انتو بارتس، يعني حسب المفاهيم العامه للسكول، يعني طلاب الاناتوميست يصنفون السكول الى تو بارتس، الى نيوروكرينيوم والى الفيزروكرينيوم. تمام، يقول لك اول بارت اللي هو الكرينيوم،
بس ما اسميه أنا الكرينيوم. الكرينيوم يعني شنو؟ يعني الدماغ، يعني اللي قاعد بيه الدماغ، تمام؟ اسمه النيوروكرينيوم that protect the brain اللي هو يحيط له هذا مثل بيشوفوه هذا النيوروكرينيوم اللي يحيط له بالبرين. هذا النيوروكرينيوم طبعا هو protect the brain، ويقول لك هو عبارة عن 8 عظام. هاي الفيزروكرينيوم اللي هي اللي تكون الفيزروكرينيوم هي الفاشيال سكيلتون and bones of the jaw، يعني يقول لك هي عبارة عن عظام الوجه وعظام الفكوك، الفك العلوي والفك السفلي. شنو bones of the jaw؟ اللي هو عظام الفك، اللي عظام الفك jaw يعني فك، تمام. تكون 14 عظمة، تكون 14 عظمة. فيقول لك فاشيال سكيلتون والبون اوف ذا جاو، هنا ما كاتب البون اوف ذا جاو، هنا انا كاتبها الفيزروكرينيوم اللي هي عباره عن فيزروكرينيوم. اذا هسه انا راح اصنف السكول النيوروكرينيوم واصنفها للفيزروكرينيوم. نجي ناخذ كل واحدة على حده. اول شيء اخذ النيوروكرينيوم، هاي النيوروكرينيوم عباره عن 8 عظام، اسميها نيوروكرينيوم. هي راح تحميل الدماغ اللي راح يقعد هنا، الدماغ تحميل الدماغ او البرين. اسميها ايضا كرينيوم بون اللي راح تشكل لي كرينيوم كافيتي، جواها الكرينيال كافيتي، تكون عبارة عن 8 عظام. نجي ناخذ عظمة عظمة. أنا هسه جاي أشوف الفرونتال بون تعتبر من النيوروكرينيوم، تمام. جاي أشوف البارايتال الليفت والرايت تعتبر أيضا من النيوروكرينيوم. جاي أشوف التيمبورال بون أيضا تعتبر من النيوروكرينيوم. جاي أشوف السفينويد بون اللي أيضا تعتبر لي من النيوروكرينيوم. جاي أشوف الأوكسيبيتال بون اللي أيضا تعتبر لي من النيوروكرينيوم. نجي نقرأ أوكسيبيتال بون اللي هي واحدة تكون عبارة عن عظمة واحدة، البارايتال تكون عظمتين موجودة بالسوبريور، الفرونتال تكون بالقدام بالانتيريور، التيمبورال بون اللي هي قلت لك موجودة باللاترال اللي هي هاي، كذلك السفينويد بون اللي هي هاي اللي تكون عظمة تشبه الخفاش، والإثيمويد بون. اقول لك النيوروكرينيوم هي 8 عظام وراح تقسم الى 2 بارت. النيوروكرينيوم مو يقعد بيها الدماغ، تمام. هاي النيوروكرينيوم اكو عظام تكون فوق الدماغ واكو عظام تكون قاعدة الدماغ. العظام اللي تكون فوق الدماغ اللي تشكل لي كب مالت الدماغ، يعني مثل القبعة مالت الدماغ، اسميها كالفرية. تكون عددها 4 من أصل 8، تكون عددها شقد؟ 4 من أصل 8، اللي هي الفرونتال بون والبارايتال بون اللي الليفت والبارايتال بون الرايت والأوكسيبيتال بون. يعني هسه شقد؟ 1 2 3 4، تمام. البيزك كرينيوم من اسمها بيزك، يعني بيس، يعني يقعد عليها الدماغ، يعني هي عبارة عن قاعدة الدماغ اللي يقعد عليها الدماغ اللي هي هاي، تمام. هاي اللي يقعد عليها الدماغ هاي عبارة عن فيو أخذتها من نانا، تمام، اللي هاي كالفوريا، تمام. وإيش سويت؟ بس خلنا نمسح لك هاي الكالفوريا، تمام، هاي الكالفوريا، واخذت منها انا هيك وقصيتها. هذا يسموه البيس مالت السكول، تمام. ايش سويت؟ هذا اخذته وقصيته جبتها لهنا فبينت لي هاي. هاي ايش راح يشارك بيها؟ سمين قصيتها، شوف تشوفون شوي يشارك من الفرونتال بون، تمام. فيشارك بيها الفرونتال بون اللي هو هذا، كذلك الفومر راح يشارك بيها، سوري مو الفومر، الإثيمويد بون. أنا شوية راح بالي من الفومر. الإثيمويد بون راح يشارك بيها. وين الإثيمويد بون؟ شلون راح يشارك بيها طلاب؟ هو هذا الإثيمويد بون، تمام، هذا الإثيمويد بون اللي حيكون باللاترال، تمام، سوري هذا التيمبورال بون، لخبطت. الإثيمويد بون أيضا راح يشارك بيها، طبعا ما يبين هنا، الإثيمويد ما يبين هنا، هذا التيمبورال بون، تمام، ايضا راح يشارك التيمبورال، وراح يشارك الاوكسيبيتال ايضا، وراح يشارك الفرونتال، وراح يشارك الايثيمويد، بس ما مبين هنا، تمام. الايثيمويد هنا يصير فما مبين، فمن يقصوها راح يبين، تمام، من فوق فما مبين هنا. هنا يقول لك يبين الايثيمويد اللي وهاي الفرونتال بون، تمام، وهاي السفينويد، وهاي التيمبورال بون اللي الليفت والرايت، الاوكسيبيتال بون ايضا راح يشارك، وراح يشارك البارايتال بون. مثل ما تشوفون أنا من قصيتها هنا، هاي قصتي شوية مو دقيقة، أقول لك هي أيضا راح تشارك البارايتال بون، بس راح تشارك شوية البارايتال بون، تشارك شوية. فتشوفوها هنا اللي بالأخضر هاي البارايتال بون تشارك شوية، لكن إذا تشوفون البارايتال بون مشاركة أغلبيتها بالكالفوريا،
زين ما تدور بعقلك، هنا أربعة غير هنا المفروض أربعة، لا هاي خطأ، هنا أربعة تمام، هنا أربعة تحتوي أربعة عظام من النيوروكرينيوم، لكن هاي تحتوي لعظام النيوروكرينيوم النيوروكرينيوم ثمانية البيزيك كرينيوم كلهن تحتويهن، يعني أنت بس يقول لك البيزيك كرينيوم قول كل العظام اللي تكون نيوروكرينيوم راح تشارك لي بالبيزيك كرينيوم، أما بالكالفوريا فراح تشارك أربعة عظام فقط. فيولاخ على المتفهم، هاي الكرينيوم مثل ما تشوفون هنا راح يقعد الدماغ، هنا راح يقعد الدماغ، هاي البارايتال بون، هاي الفرونتال بون، هاي الاوكسيبيتال بون، كذلك هنا هاي تمثل لي البيس مالت الدماغ. سويت هساني سويت قصيت هاي وجبتها هنا تمام، فراح تبين لي هيك، تبين الفرونتال والفرونتال والإثمود والسفينود والتيمبرال اللي هي اثنين والأوكسيبيتال والبارايتال بون. نجي للفيزروكرينيوم، احنا مو قلنا راح نقسم الدماغ الى نيوروكرينيوم، خلصنا من نيوروكرينيوم، قلنا نيوروكرينيوم ايضا راح يصنف الى جزئين او يقسم الى جزئين اللي هو الكالفوريا والبيزيكرينيوم، كالفوريا اللي هي تكون فوق الدماغ والبيزيكرينيوم يقول قاعدة الدماغ. الفيزروكرينيوم لا سالفتها سهلة، الفيزروكرينيوم يقول لك الفيزروكرينيوم تكون اللي هي الزايغوماتيك بون اللي هي بالاخضر هاي، والمكزيلا اللي هي الجاو السوبريور جاو، والانفيور جاو اللي هي شنو المندبل تمام، كذلك راح يشارك بيها الفومر، راح يشارك بيها طلاب هنا الاثمويد بون ما يشارك، هاي الاثمويد بون هو مش اخبطه هنا بس هو ما مشارك الاثمويد بون، الاثمويد بون يشارك هنا تمام، فهنا اذا تشوفون كاتبين هو شنو كاتب لك هاي كاتبها الإثمويد بون، تشوفوه الإثمويد بون يشارك لي هنا يسوي لي القاعدة، يسوي لي القاعدة مالت البرين فيشارك لي الإثمويد بون هنا، أما هنا يشارك لي الإثمويد بون لا ما يشارك، فهذا ما يشارك تمام، دير بالكم يشارك الفومر، اي نعم يشارك الفومر زايغوماتيك، كذلك اللي راح يشارك لي بعد شنو السافينويد ما مشارك تمام، ما عليكم السافينويد ما يشارك، النيزال بون راح تشارك، اللاكريمال بون العضلة الدمعية، خلينا نجي نقراها، المكزيلي جمع المكزيلا مكزيلي، البالاتاين البالاتاين اللي هي العضلة الموجودة بالانفيريور، العظمة اللي موجودة بالانفيريور اللي قلت لك راح اني اخذ الانفيريور فيو على مود اشوف البالاتاين اصلا، النيزال بونز الانفيريور نيزال كوينكي اللي هي هاي انفيريور نيزال كوينكي، الزايغوماتيك بون عظمة الوجنات، اللاكرمال عظمة الدمعية، الفومر، المندبل وكملناها. هسه شنو؟ قلت لك راح ناخذ تفاصيل كل فيو. أول فيو راح آخذ تفاصيله اللي هو السوبريور فيو. أكمل السوبريور فيو أروح للبوستيريور فيو. أروح لمن؟ أروح للبوستيريور فيو. بعد ما أخذت السوبريور فيو وأخذت البوستيريور فيو تمام، ها هي كملت اني اروح اخذ عظام السوبريور فيو وعظام البوستيريور فيو، اكمل عظام البوستيريور فيو والسوبريور فيو، الدور اروح للانتيريور فيو اخذ عظام الانتيريور فيو، اروح للانفيريور فيو الدور اخذ عظام الانفيريور فيو، هكذا. هسه احنا شو نسوي؟ انا راح امهد لك للليكتشر اللي تجي اللي راح تكون ليكتشر طويله، لذلك انا هنا اخذت لك السوبريور فيو، راح اخذ تفاصيل السوبريور فيو. بالسوبريور فيو هاي عظمة الكالفوريا، هاي الكالفوريا اللي تتكون لي من أربعة عظام تعتبر هاي النيوروكرينيوم اللي هي السوبريور فيو، بيها الفرونتال بون البارايتال بون والأوكسيبيتال بون تمام، متفقين هسه احنا. بعد أعرف لازم أعرف شغلة، هسه أول شغلة لازم أعرفها العظام، عرفت ثلاث عظام اللي هي الفرونتال بون والبارايتال بون والأوكسيبيتال بون، بعد لازم شعرف أعرف السيوتشر. طلاب شنو السيوتشر؟ السيوتشر أو السوتشر، أكو منهم يسموه سوتشر وأكو منهم يسموه سيوتشر، السيوتشر هو الأضبط. السيوتشر طلاب الجوينتس بالسكول نسميها السيوتشر، بس يا نوع يقول لك هو يقول لك السيوتشر، شنو السيوتشر؟ كتبت لك هنا أنا شنو السيوتشر؟ هو نوع من الفايبرز جوينت، السيوتشر يوجد بالسكول فقط، وين موجود؟ موجود بالسكول، فهو نوع من الفايبر جوينت، وين موجود لي؟ موجود لي بالسكول فقط، إذن السيوتشر هو نوع من الفايبر جوينت، وين موجود لي؟ موجود لي بالسكول
فقط. يعني السيوتشر من اقول السيوتشر اقصد الفايبر جوينت بيريسكل. هاي الفرونتال بون راح تتصل بالبارايتال بون الليفت والرايت من خلال السيوتشر. هذا السيوتشر اللي انا هسه اشرته تمام، هذا السيوتشر اسمه كورونال سيوتشر. ليه احنا لازم نفهم ليش سميت انا كورونال سيوتشر نسبه للكورونال بلين؟ طلاب بالانترودكشن بالانترودكشن مال الاناتومي يقول لك الكورونال بلين يقسم للجسم الى انتيريور والى بوستيريور. هاي السيوتشر تكون بمستوى الكورونال بلين فسميتها كورونال سيوتشر تمام. هاي البارايتال الليفت والرايت مفصوله عن بعضها بواسطه السيوتشر اسمه ساجيتال سيوتشر. ايش اسمه؟ ساجيتال سيوتشر. ليش سميته ساجيتال سيوتشر؟ نسبه للساجيتال بلين اللي هو راح يقسم للجسم الى رايت والى ليفت تمام. فاني سميته ساجيتال سيوتشر نسبه للساجيتال بلين. كذلك موجود بالبوستيريور يفصل البارايتال بون البونز الليفت والرايت عن الاوكسيبيتال بواسطه اللامبيدويد سيوتشر اللي هو هذا اللامبيدويد سيوتشر تمام. هسه عرفنا بالسوبريور فيو اكو ثلاثه سيوتشر، الكورونال سيوتشر عرفناه، الساجيتال سيوتشر عرفناه، واللامبيدويد سيوتشر اللي هو هذا عرفناه. طلاب نقطة التقاء الساجيتال سيوتشر والكورونال سيوتشر أسميها الميد بوينت. ميد بوينت يعني نقطة الالتقاء بين between the sagittal suture and coronal suture أسميها برجمة. هاي المصطلح اللي اسمه برجمة هذا MCQ. نقطة التقاء اللي هو الميتينج بوينت شي يقلك؟ يقلك the meeting point between the sagittal suture and coronal suture is ويخليه ويعدد لك. واحد التعديد احد التعديدات اللي هي البريجما، فانت تختار البريجما اللي هي هاي البريجما. هاي منطقه البريجما يسموها ميتينج بوينت. شي يسموها ميتينج بوينت تمام. كذلك الميتينج بوينت او نقطه الالتقاء الساجيتال سيوتشر واللامبيدويد سيوتشر ايش راح اسميها؟ اللي هي هاي ايش راح اسميها طلاب؟ اسميها لامبيدا. شو سميها؟ سميها اللامبدة. إذن أنا عندي مصطلح اسمه بريجما، نقطة التقاء الساجيتال ويا الكورونال سيوتشرز، ونقطة التقاء الساجيتال ويا اللامبدويد سيوتشرز أسميها لامبدة. شو سميها؟ سميها اللامبدة تمام. عرفنا الديتيلز اللي موجوده بالسوبريور فيو، عرفنا العظام وكذلك عظمنا شنو، عرفنا شنو السيوتشر وكذلك عرفنا شنو اللامبدا وكذلك عرفنا شنو اللامبدا والبريجما. من اهداف محاضرتي هاي اعرف شنو اللامبدا واعرف شنو اللامبدا واعرف شنو البريجما واعرف شنو اللامبدا واعرف شنو السيوتشر. من اهداف محاضرتي السيوتشر عرفناه اللي هو فايبرز جوينت بالسكول اسميه شنو؟ اسميه السيوتشر. طلاب اللامبدا والبريجما راح نروح للامبريولوجي شويه. اللامبدا والبريجما من الطفل هو موجود يعني والانسان هو وطفل تمام. يعني بالامبريولوجي يقول لك هاي اللامبدا والبريجما ما موجوده، عبارة عن يعني عديمة البونز، مو بونز يعني ما موجودة بونز. هاي يا فوخة الطفل تمام. هاي يا فوخة الطفل شبيها هاي يا فوخة الطفل اللي هي هاي تمام. هاي يا فوخة الطفل تكون يا فوخة الطفل تكون عبارة عن عبارة أسميها يعني أسميها interior fontanelle. هاي اللامبدة، هاي البريجما، هاي البريجما باليافوخة مالت الطفل أسميها interior fontanelle. أما اللامبدة مالت الطفل أسميها posterior fontanelle. راح اخذها وين؟ اخذها من اخذ الفرونتال بون. راح ايضا اتطرق لهن واتطرق ايضا للسيوتشر موجود بالسيوتشر اللي هو الميتوبيك سيوتشر اللي موجود اللي راح يقسم لي عظمه الفرونتال بون الى تو بونز
بالامبريولوجي والانسان هو طفل بالسكند يير تبدي هاي تتحول وتتكون الفرونتال بون عباره عن عظمه واحده، بس هو طفل الانسان يكون عظمه الفرونتال بون تكون مقسومه الى قسمين بواسطه الميتوبك سوتشر اور ميديان سوتشر، راح ناخذه بالمحاضره اللي تجي. اللي مطلوب مني انه انا اعرف اللامبدا والبريغما، تمام، وكذلك اعرف بالامبريولوجي اللامبدا والبريغما اسمها انتيريور فونتينيل، هاي البريغما، والبوستيريور فونتينيل اللي هي اللامبدا كذلك. هاي شنو ليش انا اخذتهن؟ هاي تفيدني بالدياغنوسيس، بالتشخيص، انه اجانا طفل عنده ديهايدريشن، عنده شنو؟ عنده جفاف. يعني شنو؟ يعني بي اسهال، فهذا الاسهال صار عنده جفاف من الاسهال، فمن اخلي ايدي هنا على اللامبدا والبريكما احسها خسفه مخسوفه، فمن تخسف اقول هذا الطفل عنده ديهايدريشن اللي هو الجفاف بالجسم. طلاب، هاي المنطقه اللي مال كالفوريا من جهه السوبريور فيو سموث تشوفوها ملساء، لكن هنا من اجي اني اشوفها هاي المنطقه من اقلبها، تمام، الكالفوريا قلبتها، تمام، طلعت لي هيك اشوفها رف، اشوفها ريجولر غير منتظمه او رف، تمام. ايش بيها؟ بيها ماني بيها يعني ماني لاند مارك، تمام، ماني لاند مارك. ليش؟ لان هنا راح يقعد لي البرين من جهه السوبريور، يعني هاي راح تغطي لي البرين من هنا، تمام. فهاي بالبرين اكو ساينس هنا، تمام، اكو ساينس هنا بالبرين تمتد على طوله، تمام. هاي الساينس راح تترك لي جروف اللي هو هذا الجروف، تمام. هذا الجروف ايش راح اسميه؟ اسميه جروف فور سوبريور ساجيتال ساينس، راح ناخذه بعدين سوبريور ساجيتال ساينس اللي موجود هنا، تمام. راح يترك لي جروف اسمه سوبريور ساجيتال ساينس، تمام. كذلك هاي التفرعات مالت الاشجار تشبه التفرعات مالت الاشجار، هاي البرانشز اسميها جروف فور برانشز اوف group four branches of the meningeal vessels. طلع بعدين راح أخذ vessels اسمها meningeal vessels اللي هي the vein and artery, meningeal vein, meningeal artery, medial meningeal vein and medial meningeal artery. بعدين راح أخذين يتركن جروف هنا بالسكل من فوق، يعني بالسكل من هنا مثل ما شوفوها يتركن جروفات عديدة هنا وهنا وهنا اللي هي أسميها group four branches of the medial meningeal artery. artery veins، تمام. كذلك هنا أنا أشوف الكورونال سيوتشر، الكورونال سيوتشر أشوف الساجيتال سيوتشر، أشوف كذلك اللامبيدود سيوتشر، تمام. شنو هاي الدبلوي، تمام، الدبلوي شنو هاي الدبلوي؟ عبارة عن السبونج بون. طلاب هسه أنا ايش راح أسوي؟ أخذت جزء من السكول وخليته هنا. طلاب الدبلوي شنو؟ هسه هاي السكول متكون لي من البيري أوسيوم، متكونت لي من الكومباكت، ومتكونت لي ايضا من السبونج بون. طلاب السبونج بون اوف سكول اسميها دبلوي، شو اسميها؟ دبلوي. فاذا اقول لك شنو معنى دبلوي تقول لي السبونج بون اوف ذا سكول، تمام. سبونج بون اللي هي الطبقه الاسفنجيه اللي تكون بالسكول. هذا سوبريور فيو اوف ذا بيزيك كرينيوم، كتبت لك عليه عمود مال تيه، تمام. هذا السوبريور يعني هاي القاعده مالت الدماغ، الدماغ هنا راح يقعد، تمام. بعد ايش عندنا؟ ها هسه راح اجي احكي عن السوبريور فيو. طلاب بالسوبريور فيو راح اشوف، قلنا احنا بالسوبريور شو نشوف؟ شوف كورونال سيوتشر، شوف ساجيتال سيوتشر، ونشوف لامبيدود سيوتشر. كورونال سيوتشر اللي يكون بتوين ذا فرونتال بون انتيريورلي اند ذا بارايتال بون بوستيريورلي، تمام. والساجيتال سيوتشر اللي يكون بالساجيتال بلين اسمي اللي راح يكون بتوين ذا بارايتال بونز، واللامبيدود سيوتشر اللي راح يكون بتوين ذا اوكسيبيتال بون والتو بارايتال بون، تمام. The meeting point نقطة الالتقاء between the coronal and sagittal suture أسميها برغمة، و the meeting point between the sagittal point هسا ما عليك لا ضل تقرأ يعني اسمع الكلامي. The meeting point between the sagittal suture and lambdoid suture أسميها لامبدا، شو أسميها لامبدا اللي هي هاي. يقول لي the meeting point between the sagittal and lambdoid أسميها لامبدا، تمام. خليني نجي نكمل الحكي اللي طفرناه هنا. يقول لك the meeting point between the coronal and sagittal suture is called the parenchyma. This point remains
unossified from a birth till 1.5 years اللي هي 1.5 يعني سنة ونص يعني 18 شهر it called اللي هي ال anterior fontanel شو اسمها anterior fontanel شنو هاي طلاب أول شيء لازم أعرف أنا البريغمة أقول لك البريغمة تمام remaining unossified from birth يعني بالولادة راح تكون unossified يعني غير متكلسة شنو غير متكلسة يعني مو عبارة عن عظمة ما تكون عظمة وإنما تكون عن anterior fontanel تمام يعني تكون مو عظمة تمام اللامبدة أيضا ما تكون عظمة تكون unossified أيضا بالبريث فيقول لك this fuse at third month يعني تكون إنه هي هاي موجودة النسبة بثلاث شهور أول ما ينولد الطفل أول ثلاث شهور راح تكون موجود posterior fontanel اللي هي مكان اللامبدة بعدين هاي posterior fontanel تتحول لامبدة تكون عظمة كذلك يعني مو عظمة تتحول تتكلس وبعدين أيضا هاي anterior fontanel تتحول لي إلى برغمة تمام هسه البوستيريور فيو اللي راح اشوفه هسه تمام راح هاي البوستيريور فيو تمام بالبوستيريور فيو هسه جاي اشوف البارايتال جاي اشوف الساجيتال سيوتشر جاي اشوف ال ال اللامبدا تمام هاي اللامبدا جاي اشوف اللامبدويد سيوتشر تمام جاي اشوف الاوكسيبيتال بون تمام بالاوكسيبيتال بون خليني اجي هسه للاوكسيبيتال بون بالاوكسيبيتال بون عندي قبل لا اجي اشرح الاوكسيبيتال خلنا ناخذ كل السيوتشر اللي موجوده هنا على مود اروح اقراهن وبعدين اجي للاوكسيبيتال بون اقول لك ايش بي هسه عندي هاي الساجيتال سيوتشر هاي اللامبدويد سيوتشر عندي هنا طلاب هاي عظمة التيمبرال هاي التيمبرال بون طبعا بعدين راح ناخذها يقول لك هذا اكو بروز بروسس بيها بروز يعني اسمه ماستويد بروز شو اسمه اسمه ماستويد بروز هذا الماستويد بروز طبعا موجود من جهة البوستيريور موجود تمام راح يتمفصل لي شوف هذا المايستويد بروز راح يتمفصل لي ويا الاوكسيبيتال بون من خلال السيوتشر اسمه اوكسيبيتو نسبة للاوكسيبيتال ماستويد نسبة للماستويد فاسمه اوكسيبيتو ماستويد سيوتشر تمام كذلك عظمة التيمبرال بيها من انا بارت اسمه من انا بارت تمام هذا البارت تمام ايضا راح اسميها نسبة للبارت مالتها فش راح اسميها راح تتمفصل لي ويا البارايتال كذلك سوري هذا الماستويد بون راح يتمفصل لي ويا ما راح يتمفصل لي ويا اوكسيبيتال راح يتمفصل لي ويا البارايتال ويا الاوكسيبيتال عرفناها ويا الاوكسيبيتو اوكسيبيتو ماستويد سيوتشر ويا البارايتال من خلال البارايتو ماستويد سيوتشر تمام خليني اجي نقرا عن السيوتشرات هسه ايش عرفنا بالبوستيريور فيو بالبوستيريور فيو عندي لامبيدويد سيوتشر هاي اعرفها بالله between the occipital between the parietal bone تمام between the parietal bone كذلك راح اعرف ال parietomastoid suture هاي parietomastoid suture اللي راح تكون lies between parietomastoid suture راح تكون between من اسمها parieto يعني بين parietal bone والmastoid mastoid pros of the a process of the temporal bone الاوكسيبيتو ماستويد سيوتشر راح تكون بين الماستويد وراح تكون بين الاوكسيبيتال بون اخذناها بالتفصيل الممل نجي طلاب للاوكسيبيتال اريد انوه لك على شغله هنا انا راح اشرحها مره ثانيه من اخذ الاوكسيبيتال بون اريد تركز وياي عد بروز هنا بالاوكسيبيتال اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس شو اسمه اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس هذا البروز اكو نقطه واضحه بيه هاي النقطه تمام اقدر اتلمسها خلي ايدك لورا تتلمسها اسمها انيون تمام اكو نقطه بوينت بي واضحه اسميها انيون من هذا البروز راح يطلع لي لاين منا ولاين منا اسمه سوبريور نيوكال لاين هذا سوبريور نيوكال لاين وهذا سوبريور نيوكال لاين تمام هسه هاي الاكسترنال بروتوبرنس هاي الانيون هاي اللاين من طلع على السوبريور نيوكال لاين من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس يمتد لكريست هذا الكريست ينزل يستمر بالنزول للانفيريور يعني يستمر بالنزول للانفيريور لما يوصل لي هذا الكريست راح ارسمه منه
هذا الكريست هنا موجودة بالبوستيريور، ينزل 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 لمن يوصل للفورامينا ماجنم، لمن يوصل للفورامينا ماجنم اللي هي هاي. بعدين راح أخذها وأرجع أشرح هاي، هذا اللي حكيته بعدين راح أرجع أشرحها، تمام؟ أشرحها وين؟ أشرحها بالمحاضرة اللي راح تجي. يقول لك هذا الكريست، هذا الكريست اسمه external occipital crest. هذا الكريست بالميد بوينت مالته، خلي بدل اللون، يقول لك بالميد بوينت مالته اللي تقريبا بالميد بوينت راح يطلع لي منه لاين اسمه inferior nuchal line. اذا superior nuchal line يطلع لي من، يطلع لي من external occipital protuberance، ومن external occipital crest بالميد بوينت مالته يطلع لي inferior nuchal line اللي هو هذا inferior nuchal line. تمام، نجي نقرا، نجي نقرا external occipital protuberance. يقول لي اجلي the midline bony prominence in the occipital bone that ligamentum nuclei and that ligamentum nuchae and trapezius muscle attached to a tip. اجلك يابا هذا الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس راح يتصل لي بليجمنت اسمه ligamentum nuchae. هذا اللي هذا الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس بالاكس راي. اجلك هذا راح ينزل منه، شنو ينزل منه؟ يلتصق بعضله الترابيزيوس، كذلك الليجمنت اسمه ليجمنتوم نيوكي. تمام، اقول لك يابا the tentorium cerebelli the tentorium cerebelli attached to its internal surface. طلاب هذا الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس ايضا يبين لي من جهه الانترنال، هاي مو جهه الانترنال، هاي مو الاوكسيبيتال بون. يقول لك هنا موجود الاكسترنال بس من جهه الاكسترنال، يقول لك ايضا هنا مبين. تمام، فيقول لك خلي ارجع، فيقول لك يا بالتينتوريوم سيربلاي جزء من البرين راح يتصل لي بوستيرير، طبعا راح يتصل لي بهاي، تمام راح يتصل لي بهاي. طبعا التينتوريوم سيربلاي، تمام التينتوريوم سيربلاي راح ناخذه بالتفصيل بالبرين، تمام تمام. يقول لك بس هو راح يتصل بالانترنال سيرفيس اوف ذا اوكسيبيتال بروتوبرنس. تمام، يقول لي exaggerated external occipital protuberance also it's known as the occipital spur. يعني شنو؟ يقول لي يا بالتضخم بالexternal occipital protuberance، يعني exaggerated external occipital protuberance اللي هو الexternal occipital protuberance المتضخم. تمام، هيج هذا متضخم، خلي حوله أحمر، هذا المتضخم تشوفوه شون كبير. يقول لك يابا هذا الإكساجوريتد البي، تمام راح أسميه إكسترنال سبير، يعني البسمار، سبير يعني بسمار، يعني بسمار أكوارة هنا صاير. تمام، إنيون شنو اللي هي البرومينينت بوينت، النقطة الواضحة بالإكسترنال أوكسيبيتال بروتوبرنس، هاي الإنيون، هاي الانيون اللي قلت لك النقطة اللي تكون واضحة بالنص هي الانيون اللي أنا أقدر من أمد إيدي لورا ألمس الإكسيرنال أوكسيبيتال بروتوبرنس، تحديدا منطقة الانيون، تحديدا وين الانيون. تمام طلاب، بس احنا خلصنا هاي المحاضرة. طبعا هاي المحاضرة راح تجي، المحاضرة اللي تجي هي تمهيدا لهاي المحاضرة، بما انه اخذت هسان السوبريور فيو والديتالز مالته، واخذت الانفيريور فيو والديتالز مالته، فمو الانفيريور سوري البوستيريور فيو والديتالز مالته التفاصيل مالته. فاني هسه بالمحاضرة اللي تجي راح اجي اخذ البونز واني مرتاح، اخذ البونز مال السوبريور واخذ البون مالت البوستيريور، كذلك اروح اخذ البون مالت الانتيريور فيو. تمام، ان شاء الله استفدتوا من هاي المحاضره ونلتقي وياكم.